بسم الله الرحمن الرحيم. معكم أخوكم نور الحق من أرض الممنوعات، معرض غصن الزيتون بمحافظة الجيزة، في عرض جديد من عروضنا اللي ما بتنتهيش. النهاردة احنا بنحطم الأسعار، النهاردة احنا هنخرجك من حالة الملل والانهيار. لسه قاعد على الكنبة، مأنتخ وبتبص للسقف كتير، وكوباية الشاي في ايدك وبتنفخ في السيجارة، وجبك فاضي وتعبت من قولت هات هات. احنا عندنا ليك الحل، ابدأ مشروعك معانا وانت اكيد الكسبان. خليها على الله واسعى وسيب الرزق على الرحمن. بمقدم 30,000 جنيه بس هتستلم عربية سوزوكي فان زيرو موديل 2023 واللون اللي انت عايزه كمان، وبإجراءات بسيطة ومش معقدة، صورة البطاقة الشخصية انت واي ضامن معاك، قوم فز اتحرك من على السرير، انجز والحق العرض قبل ما ينتهي. اللي استلمه بمقدم 30,000 جنيه مش احسن منك في حاجة، لكن سابوها على الله لانهم عايزين ياكلوها بالحلال، لانهم عايزين ياكلوا لقمة العيش بالحلال. وادي واحد من عملائنا الكرام استلم زيرو بمقدم 30,000 جنيه وانت لسه قاعد مكانك، ومتحرك والحق العرض قبل ما ينتهي. بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم موكا مصر من معرض غصن الزيتون لتجارة السيارات. ان شاء الله بفضل الله الاحلام بقت حقيقة، و 30,000 جنيه فعلا بقوا بيركبوك عربية سوزوكي فان زيرو زي ما احنا متعودين. العرض اللي كان متفق عليه بنك القاهرة مع معرض غصن الزيتون، النهاردة بنسلم احد عملائنا الكرام عربية زيرو تبع بنك القاهرة، اللي هنبدأ نتعرف عليه وعلى الاجراءات اللي مشي بيها في معرض غصن الزيتون. تعرف عليك يا معلم صابر محمود جمعه. حبيبي عم صابر، اهلا وسهلا بك في معرض غصن الزيتون. اهلا وسهلا حبيبي. اول حاجه، ايه رايك في العرض اللي كان نازل ده بتاع ال 30,000 جنيه وتخش بنك والكلام من ده؟ تمام الكلام ده صح؟ والله تمام حبيبي. دفعت فلوسك بالظبط واستلمت عربيتك، في اي تعقيد في الاجراءات في كلام من ده؟ لا مفيش اي مشاكل. طلع معاك من اعمل معرض، رخصت عربيتك بفضل الله، ده حقيقة. تعتمد وتتكل على الله، صح تمام. الكلام ده ولا مش صح؟ لا صح حبيبي. بس عدت الباشا، انت اول حاجه عرفت طريق معرض غصن الزيتون عن طريق ايه؟ الاعلانات والسوشيال ميديا وكده؟ اكيد حبيبي. بس عدت الباشا، ايه رايك بقى في المكان، المعامله، الدنيا، الناس اللي موجوده في المعرض؟ لا والله ناس محترمه ونعم حبيبي. بس عدت الباشا، ربنا ان شاء الله يديك خير ويوفقك شر. سعاده الباشا، ربنا يخليك يا رب. سعاده اخويا برده اللي معانا اتعرف عليه، اشرف حسين حبيبي. عم اشرف، اول حاجه ايه رايك في معرض غصن الزيتون عم اشرف؟ لا ناس محترمين والله حبيبي. سعاده الباشا، حد اثر معاك في اي حاجه هنا في المعرض؟ لا والله تمام حبيبي. سعاده الباشا، خدت اجراءات في ترخيص العربيه، في تسليمها، في الكلام من ده؟ لا هو ترخيصها من النهارده، ما كملناش اليوم الحمد لله، والترخيص كان ماشي كويس حبيبي. سعاده الباشا، الف الف مبروك يا باشا، وان شاء الله ما يكونش اول ولا اخر تعامل ما بيننا. سعاده الباشا، الف مبروك يا صاحبي، الف مبروك يا صاحبي، الف مبروك يا صاحبي.